روح الإنسان لا تفارقه عندما ينام، لأن لو فارقته روحه يبقى مات. لو فارقته روحه يبقى مات. ما تقوليش روحه بتروح فين، بتفضل فيه. لكن هل روحه تنام؟ لا طبعا، الروح بتشتغل باستمرار. زي مثلا الجسد بينام لكن فيه أعضاء لا تنام، يعني الجسد بينام لكن القلب بيشتغل وبينبض باستمرار ما بينامش، لو نام يبقى هيموت الإنسان. الدم اللي في جسم الإنسان ما بينامش. كتير من أعضاء الإنسان لا تنام، بتشتغل 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 طول ما هو نايم. فما تقولش الروح تنام، الروح ما بتنامش.